سيدات شوبينغ. أربع مشاركات غادي تنافسوا على لقب سيدات شوبينغ، مبلغ محدد، وقت ضيق، وموضوع من اختيار ليلى حديوي. صاحبة أجمل إطلالة كتنول إعجاب المشاركات وخبيرتنا ليلى حديوي، وكتصبح سيدة شوبينغ. مرحبا بكم في يومية جديدة في برنامجكم سيدة شوبينغ. سيدة شوبينغ هو برنامج كيف تنقول دائما بامتياز ديال الموضة، واللي تعطيكم بزاف ديال لي طوندونس واخر ما كاين في صيحات الموضة. اليوم احنا مازالين فاس عند الفاسية ديالنا نجلاء، اللي اليوم غتقترح علينا ولا غتورينا شنو هما لي ساك، لي شوسيو، وحتى لي زاكسيسوار ديالها. عندي لي باسكيت اللوان كاملين تقريبا، لي طالون كنحاول نوقف في هاد لي كولور اللي عندي هنايا، ولي بوتين كنمشيو اكثريه باللوان ديال البرد، يعني مغموقين شي شويه. الصراحه انا ما عجبونيش الصبابط ديالك، وكنظن خصك تبدل بزاف د الحاجات وتدخل بزاف ديال التحسينات، اي سورتو زعما الالوان نجلاء. كما كتعرفوا انا مدينه فاس فيها البرد بصح بالنيه. اذا ضروري خصني لي بوت. انا جو سوي با فان بلي بوت لي عالي لي طوالين بزاف، اكثر لي كيعجبوني لي بوتين. ايوا سي نورمال، غير لبغيتي بحال هاد لا بيس هادي. دونك هاد لا بيس هادي جو كخوا غتبقى ديما طوندونس، هي كانت قديمه هاد لا طوندونس هادي ديال بوانتو من الراس ودي دي طالون بهاد الطريقه. سي مانيفيك فريمون، كنحس براسي كونفورتابل فيه، ولو ستيل كيجيني مع كاع الباسي اللي بغيت. واخا هي جو بونس با كي ماشي طوندونس، باسكو لي طالون ديالهم عريض. C'est tendance pour l'instant, pour le moment. وحتى داك ils sont pas ما تيبريوش بزاف، سكي في باقي ممكن ليك تلبسيهم عندك الزهر. ما كاينش اون توني بلا ساك، هذه بالنسبه لي ضروريه. parmi les sacs كبار اللي عندي، عندي هاد لي ساك، هذا هو اول حاجه شريت في اول صالير ديالي. عزيز عليا بزاف، واخا ثقيل بزاف، ولكن كيجيني غيبقى ديما طوندونس. واه يا ناري، حلف بالله غتوريني هاد السيكات. هادو هو ثقيل في الوزن وفي الشوفه وفي المنظر. زابي زابي هادش، هاد ساك زويون، ولكن ما باليش في العمر ديالك كتقدري تاخدي ان اوتر ساك بلوس تشيلي. هذاك لي انا هاد الساك هذا دابا راه طوندونس، فيه هاد البلاستيكه من برا وفي هاد لا بيتيت بوشيت من الداخل. دونك هاد لا بيتيت بوشيت كنديرو فيها داكشي باش ما يبانش، ولكن هو كاستيل كيجي واو زوين. تري جولي، وجاك حتى مع لا كومبين اللي لابسه، جاك زوين. وي نجلاء، هاد الساك باش تهزي الفوق اوزي، باسكو كاين اللي غادي يجي بحال ميكا بحال حاجه، مي امبورطون الي سوبر طوندونس. الاكسسوار اللي ممكن ليش نتخطى عليه في لاتوني ديالي هما لي بوكل. دونك هنا كتلقاو لي كولور كاملين. باغ اكزومبل كاين هاد لي بوكل هادو اللي كنت خديتهم من مكناس، وشفتهم كيتصاوبوا حدايا. هادو عندي عندهم واحد القيمه بوحدي، صح اول بوكل غادي نشوفهم كيتصاوبوا حدايا. مزيان شفتيهم كيتعدلوا حداك وكلشي، ولكن انا ما عجبونيش. بوغ موا شي حاجه قديمه دازت ما نعرف شحال هادي، ونسيت هاد لو ستيل وما رجعش اصلا في الطوندونس. هادو خديتهم من مراكش، واحد لا بوتيك كيديروا لو ريسيكلاج ديال لي رو، وكيصاوب حداك لو براسلي بلا طاي ديالك. دونك كيجي رائع. غادي نعطيك واحد الرويضه، عاد بدلتهم الطوموبيله ديالي، مشيو انا وياك عند داك البوتيك ونجلسو حدا، ويبقى يفسفت فينا البراسلي ونبيعو ونشريو فيهم. هي مزيان حفاظ على البيئه، ولكن بالنسبه للصحه ديالك هذا ما كنظنش غادي يكون مزيان تاخذو تهزو في يدك دائما. سينو انا سو ني با مون ستيل. يوشوضوا لكم البنات، عجبوكم لي ساك لي شوسيغ ديالها اولا لا؟ خليو تعليقات ديالكم في لاباج انستغرام سيدة شوبينغ، ونتلاقاو ان شاء الله غدا في يوميه جديده باش نتعرفوا اكثر على لي تكنيك ديال الماكياج ديالها، وحتى كيفاش كتصوب شعرها. السلام عليكم.